اهلا بكم مشاهدينا اعزاء. تستمر التغطيه على شاشه الجزيره مباشر مصر. بالامس تابعنا حتى اللحظات الاولى من الفجر المظاهرات المؤيده والمعارضه للرئيس محمد مرسي والتي شملت العديد من المحافظات، بالاضافه الى ميدان التحرير وميدان ربع العدويه ومحيط قصر الاتحاديه. المظاهرات كانت سلميه ثم انقلبت الصوره جزئيا للعنف، خاصة في هذه اللحظات الأخيرة أو الساعات المنقضية، حيث تم استهداف بعض مقرات الإخوان المسلمين بما في ذلك المقر الرئيسي للجماعة في المقطم. أيضا تعرض بعض الصحفيين لاعتداءات خلال هذه المظاهرات. للمزيد من إلقاء الضوء على آخر تطورات الوضع معنا في الاستوديو ضيفان كريمان، الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. دكتور سعد أهلا بك معنا. والكاتب الصحفي هشام يونس سكرتير عام مساعد نقابة الصحفيين. أستاذ هشام أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. بداية أستاذ سعد، يعني دكتور سعد، أسمع من حضرتك الأول تعليق عام على المشهد وما تم بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين والمشاهدات. يعني أتصور أن بالأمس خرجت أعداد كبيرة من المصريين من مؤيدين ومن معارضين للرئيس. كان معظم المؤيدين موجودين في ربع العدوية والمعارضين في الاتحادية وفي ميدان التحرير في تصوري والمحافظات بعض المحافظات. كان ايضا في مؤيدين في بعض المحافظات في مصر زي اسيوط وفي غيرها من المؤيدين. والمشهد بصفه عامه في رايي بيعكس حاله الاستقطاب السياسي الموجود وحاله غضب عند بعض الشباب الذين احبطوا، لانهم كانوا يتصورون انهم يعني بعد قيام الثوره سيجنون يعني وضع افضل، ولكن لم يجدوا هذا الوضع نتيجه لظروف متعدده. بالاضافه لكتل رئيسيه كانت موجوده في الميدان وفي ميدان المحافظات، ومنها بشكل واضح اعضاء الحزب الوطني الذي عاد بقوه في هذه المظاهرات جنبا الى جنب. ويمكن كتلة الإخوة المسيحيين كانت موجودة بشكل كبير، بالإضافة للشباب كثير كان موجود ثوري وبعضه مشارك في هذه الأحداث. بصفة عامة المشهد كان استقطابي بشكل كبير، لكن يحتاج إلى نوع من الدراسة إلى أين نحن ذاهبون. يعني هل نحن ذاهبين إلى تصحيح لأوضاع الثورة أو ذاهبون للنكوص على الثورة نفسها؟ أنا أتصور أن المشهد الذي تزعمه بشكل كبير وبتواجد كبير الحزب الوطني بيقول أن احنا ربما نعود إلى الوراء، نعود إلى عصر مبارك ربما بشخوص مختلفة وأدوات ربما مختلفة، ولكن الأمر جد خطير ويحتاج إلى نوع من يعني التفكير الجيد قبل الإقدام على الخطوة القادمة. طيب أستاذ هشام، تعليقك على الوضع بصفة عامة، وأيضا لو لك يعني أي إضافة أو ملاحظة على ما قاله الدكتور سعد. يعني الحقيقة أنا هبتدي بملاحظات طبعا على توصيف الدكتور سعد للمشهد. هو الحقيقة لم يلفت نظره من الجموع الغاضبة غير انه بيتزعمها الفلول. الحقيقة احنا بس عشان نكون بنوضح الصورة للسادة المشاهدين ومش بنقول كلام عام، خلينا ندخل في تفاصيل هذا الكلام ونوضح مين اللي بيحتضن الحزب الوطني ومين اللي بيتعامل مع الفلول ومين اللي في النهاية بيصدر خطاب لا يختلف في كثير من آلياته وتجلياته عما يفعله أو كان يفعله الحزب الوطني. أما يتقال أنه فقط التحرير والمتظاهرين الوقتي هم الفلول وهم رجال أعمال الحزب الوطني أو هم الذين يتصدرون المشهد، أنا بدأ الدكتور سعد أن هو يعني يعود إلى تشكيل الوزارة التي رأسها الدكتور أنديل، الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام أنديل هم اللي دخلوا فلول الحزب الوطني في قلب الحكومة، ووقف 9 من وزراء
عصر مبارك يحلفوا اليمين قدام الرئيس محمد مرسي. اولا يعني ده طبعا معناه بشكل واضح انه الكلام على فكره الفلول، لا انتوا اللي جبتوا الفلول في الحكومه، مش بس كده انتوا جبتوا الفلول في عديد من مؤسسات الدوله، في 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 الصحف، ويمكن لسه كنت بتكلم معاه على ما فعله ما مجلس شورى بين قوسين مجلس شورى الثوره في تعيين رؤساء تحرير ينتمون الى الحزب الوطني، وكانوا بيطلعوا مع توفيق عكاشه اللي هم بيشتموه دلوقتي، جه مجلس الشورى اللي بيدعي ان هو مجلس شورى الثوره وعينهم لنا في المؤسسات القوميه. يعني تقصد ان مظاهرات الامس استنت بسنتهم؟ لا انا بتكلم يعني المفروض انها كانت الخطاب بدعه يعني. لا انا بتكلم ان هذا الخطاب فيه مغالطه، انه انت تختزل المشهد في انه في فلول، الفلول دولت مش جايين من نيجيريا، الفلول دولت مصريين، وانت وفق هذا المفهوم ان هم مش من نيجيريا ولا من موزمبيق ان انت حطيتهم في الحكومه. فمفيش مشكله ان هم موجودين بيتظاهروا بيعبروا عن رايهم طالما لم يتخذوا سبيل العنف، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه المهمه، انت لما بتيجي تعمل مظاهره او بتيجي تعمل ده فعل ثوري، انت ما بتعملش مظاهره في المعمل ولا بتعمل ثوره في بتجارب منضبطه، انت لو عايز بقى ثوره معقمه خلاص لبس الناس كلها معاطف وعقمهم، انت مش داخل اوضه عمليات، فتقدر تعزل ناس وما تعزلش ناس. يعني الكلام بهذه الطريقه انا شايف انه في ضحك على الناس. احنا انت دلوقتي ازاء قطاعات غاضبه من الشعب المصري، هيكلها الرئيسي هم الثوار الذين خرجوا في 25 يناير وفي 28 يناير وهم كل القطاعات المعارضة لنظام مبارك. طبعا تقول بعد كده انه في التحق بيهم لأسباب تتعلق بمصالحهم الشخصية رجال ونشطاء الحزب الوطني، لكن انت سمحت لهم ان يتواجدوا في الإعلام. طيب نتجاوز هذه النقطة. طيب ده كان تعليق من حضرتك، تفضل. نيجي بقى لتوصيف المشهد. المشهد الراهن بيتفق وبيختلف عن ما حدث في 25 يناير، في نقاط للاتفاق وفي نقاط للاختلاف. النقطة الأولى في الاختلاف ما حدث بالأمس عن ما حدث في 25 يناير هي مشاركة القرى والمراكز في معظم محافظات مصر وكذلك في صعيد مصر. يعني الصعيد لم يتحرك في أحداث ثورة يناير وكانت مشاركاته محدودة ومنعدمة في بعض المحافظات، لا بالأمس شاهدنا مظاهرات في بني سويف والمنيا وأسيوط وإنا والأقصر، وده طبعا مختلف عن مشهد ثورة 25 يناير اللي كانت بتقوده بشكل أساسي القاهرة والسويس والإسكندرية وعدة مدن في الدلتا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بيختلف فيها ما حدث بالأمس عن ما حدث في 25 يناير أنه بدأت حركة الحراك السياسي والحراك الثوري اللي حصلت امبارح لا تكتفي فقط بمجرد الأقوال ولكنها بدأت تاخد أفعال. يعني حتى الآن في 11 أو 12 محافظة تم إغلاقهم بالجنازير وتم طرد ومطاردة المحافظين بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع هذا الفعل، لكن احنا بنوصف المشهد اللي حصل انه ما بقتش المسألة مظاهرات فقط، لا ده وصلت كمان انه بقى في يعني طرد لي رموز من جماعة الإخوان أو من يعتقد أنه هم. لكن يبقى سؤال أيضا، هل هذا يعتبر من قبيل العمل الثوري اللي بيختلف عن ثورة يناير ولا هو؟ خلينا هنقول رأينا، أنا بقول لحضرتك ده من ده مختلف، دي أنا برصد النقاط اللي فيها اختلاف. الاتفاق والاختلاف بين ثورة يناير بين ما حدث مظاهرات الأمس وما حدث في 25. قلنا نقطتين، نقطة مشاركة القرى والمراكز في الأقاليم وإنه المسألة تعدت التظاهرات إلى أفعال جديدة. إلى أفعال أخرى. النقطة الثالثة اللي لابد من رصدها في مشهد الأمس هي دخول الشرطة، أنه إحنا مفاجئين بأنه عناصر من الشرطة بتنضم للمتظاهرين وبترفع بعضهم حتى بهتف معهم أنه يسقط النظام. وبرضه هنرجع نوصف أو نقول رأينا بقى في سبب بس احنا بنشهد. النقطة الرابعة اللي في تصوري أن هي مختلفة عن أمس أنه امتناع الجيش حتى الآن عن أنه يظهر في المشهد سواء بوضوح في الشارع أو حتى بالفعل الإعلامي والسياسي، أنه مفيش المتحدث الرسمي مش بيطلع، مفيش بيان، بعض الفضائيات كانت بتطالب أنه يبقى في بيان للقوات المسلحة، حتى الآن الجيش ممتنع
بينما الشرطة تدخلت. أنا في رأيي أن هذه الأربع نقاط هي ترصد الاختلاف ما حدث بالأمس عن ما حدث في ثورة 25 يناير. طيب. في نقطتين ممكن بس نضيفهم على التشابه اللي ما بين الأمس وما بين ثورة 25 يناير. أول حاجة أنا رأيي أنه نفس الإحساس بالغطرسة لدى السلطة وبالقوة وبعدم التصديق أنه في ملايين هادرة في الشارع وأنه مطلب إسقاط النظام هو مطلب شعبي ومتداول على نطاق واسع وليس محصورا في إطار قلة مندسة. النقطة الثانية أنه نفس لغة الإعلام الحكومي والحقيقة بتمتد إلى بعض المؤسسات حتى منها المحسوبة على جماعة الإخوان أو التي حتى بين قوسين متعاطفة معها، ويمكن نفس الاتهام موجه برضو للجزيرة مباشر مصر أنه يمكن ابتدت تعدل شوية من لغة الخطاب، لكن كان ملاحظ بشكل كبير. لا هو احنا ما عدلناش في الحقيقة، عندنا سياسة تحريرية واحدة، لكن لك مطلق الحرية في أنك تقول رأيك. ماشي، أنا بقول لحضرتك يعني. ما نعتقده حتى كمراقبين في الإعلام أنه كان في درجة من درجات الانحياز، وأنا أقول لحضرتك الدليل أنه أنتوا حتى عن في نيوز بارو في الأخبار بتقولوا المظاهرات المؤيدة وبعدين المعارضة، مع أنه يعني نسبة وتناسب، يعني هتكتشف بسهولة زي ما الميديا الغربية حتى بتقول أنه نسبة المعارضين أكتر في الشارع على الأقل، لكن على الأقل دي نقطة جانبية. أنا خليني أتكلم على الإعلام الحكومي. حضرتك ذكرت دلوقتي أربع نقاط للاختلاف بين مظاهرات الأمس وثورة يناير، ونقطتين للتشابه بين مظاهرات الأمس وثورة يناير. هعرض هذا الأمر على الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا عن حزب الحرية والعدالة. نتكلم في النقطة الأولى دكتور سعد، وهي أن نسبة المشاركة بالأمس كانت يعني كانت لافتة للنظر، يمكن محليا ودوليا على حسب توصيف الخبراء والمحللين، لافتة للنظر، في حين أنه يعني إذا حطينا هنا نقطة التشابه بين تعامل النظام السابق مع ثورة يناير، زي ما قال الأستاذ هشام، الناس بتقول أن تعامل النظام هو على نفس الوتيرة، أنه بيقزم من حجم هذه المظاهرات، أنه بيحاول يشوه صورتها ويلطخ سمعتها. أنا لازم ننطلق من نقطة في البداية، نقطة مهمة جدا، وهي نقطة الشرعية. هناك اختلاف كبير جدا بين نظام مبارك وبين نظام محمد مرسي. نظام مبارك نظام مستبد لـ30 سنة، عذب الناس، قتلهم، أخذ ثرواتهم، سرقها، جعل ثروة مصر كلها في 32 أسرة، كان بيحاول أن يكون فيه توريث للحكم إلى آخره. النظام الموجود الآن نظام منتخب شعبيا مرتين، مرة في منذ عام ومرة في الاستفتاء الذي حدث على الدستور، حيث كان معروف أن في مادة انتقالية بتتحدث عن أن الرئيس يكمل مدته، وبالتالي في شرعية قانونية وانتخابية وشعبية ودستورية لهذا النظام بشكل كبير جدا، ولم يمر عليها وقت طويل. ثانيا، إذا كان هناك غضب فهذا الغضب موجود نتيجة لعدم إنجازات يتمناها الشعب، والشعب له الحق، ولكن لا يمكن أن نفصل ذلك عن الإطار الذي حكم فيه محمد مرسي، وهو إطار من أن المعارضة باستمرار كانت حاطة في الطريق مسامير وإزاز مكسر في طريق السائرين، في عنف شديد جدا موجود على مدى المدة كلها، وفي المدة الأخيرة 4 شهور متواصلة من العنف من 25 يناير 2013 وعلى مدة 4 شهور متكاملة، بدءا بالملتوف على قصر الاتحادية إلى دوان عام المحافظات. والأستاذ هشام بيتكلم عن إغلاق وكأنه عمل ثوري، يعني إغلاق وتعطيل مصالح الناس تم أيضا في المرة السابقة، ومجمع التحرير أعتقد أنهم أغلقوا التحرير أغلق وأغلقوا اليوم. هكمل لك، لا هتعلق يا أستاذ كمل. هذا ليس عملا ثوريا، هذا في تعطيل وتم ذلك قبل ذلك، وتعطيل القطارات وتم ذلك بالأمس أيضا، تعطيل القطارات وتعطيل الطرق وقطعها على الناس ما لهاش ذنب في هذا الخلاف السياسي، وتعطيل مترو الأنفاق قبل ذلك، وربما في تفكير لتعطيله أو عدم تفكير. نحن عايزين نقول أن هناك خلاف كبير جدا بين ثورة 25 يناير 2011 اللي كانت 18 يوم وكانت في منتهى السلمية ونجحت بسلميتها، كان عدد المتظاهرين وصل إلى 12 مليون في ليلة إسقاط الرئيس مبارك،
هناك خلاف بين شرعية مبارك إذا كانت له شرعية وشرعية الدكتور محمد مرسي الذي ثبت عليه الشعب مرتين. هناك خلاف في الإطار الذي يعمل فيه محمد مرسي في وسط مشاكل وملوتوف وقطع طرق تقوم بها المعارضة طول الوقت، ثم نحاسبه. لما نتحدث عن أوباما قعد 4 سنين لم يحقق من برنامج الانتخابي إلا 30% وانتخب مرة أخرى، وإحنا نريد محمد مرسي بعد سنة واحدة. هذه نقط مهمة جدا. النقطة الثانية قضية العنف. العنف الآن في الأستاذ هشام ما قالهاش، العنف الذي بدأ من حوالي 5 أيام في المنصورة بمظاهرة للمعارضة، أحدهم بيحمل مدفعين وهو ماشي بدل ما يحمل أعلام مصر، ودي صورة موجودة على مصر اليوم على اليوتيوب يراها، وإغلاق المسجد على من فيه لمدة 12 ساعة، محاصرة مسجد الجامعة الشرعية، ثم قتل 3 بهذه المسجد. ثم يتكرر هذا المشهد مرة أخرى في الزقازيق في اليوم التالي على الهجوم على مقر الحزب الحرية والعدالة، ويقتل طالب في عمر الظهور 20 سنة في كلية الصيدلة، ثم تكرر في الإسكندرية، ثم تكرر بالأمس في المقطم، حيث كما سمعت 8 قتلى في المقطم وحرق المقر بالكامل. الشرطة بيتحدث أن الشرطة وذكر ان المشهد المختلف ايضا في هذه المظاهرات عن ثوره يناير وهو دخول الشرطه في هذا المشهد، كيف تنظر الى هذا؟ الشرطه يعني هذه تحسب للنظام ولا تحسب عليه. الشرطه في 25 يناير كانت بتؤازر النظام استبدادي دكتاتوري قامت معه بالتعذيب، ولذلك قامت عليه ثوره وعليها. اما الان الشرطه موجوده بتشتغل بحريه، وربما بعضهم بعدم مسؤوليه. بالمقطم بالامس الضابط اللي بيحرس المقطم حاطط على العربيه انزل وارحل، يعني هذا فين الشرطه النظاميه؟ هل هذه يعني ثوريه، ولا هذا ان في توجه بشكل اخر وعدم مسؤوليه حول المشروعيه الدستوريه والقانونيه لهذا الحاج؟ النقطه الثانيه التي تختلف فيها مؤيد الرئيس مبارك، كان له مؤيدون نعم، ولكنهم كانوا مؤيدين أصحاب منفعة، أصحاب مصالح، حينما تتعارض مصالحهم أو كلهم قفز من المركب. مؤيده محمد مرسي لن يقفزوا من المركب. مؤيده محمد مرسي يشعرون أن هذا مشروع إسلامي، المشروع الإسلامي، وأن هذا المشروع في خطر بشكل واضح. وبالتالي الأمر أن هم هناك معارضون لمحمد مرسي، وبالتالي أنكر المؤيدين وكأنهم غير موجودين، وبالتالي لازم يتنازع عن كل ما يريده المعارضون، هذا ميزان غير مضبوط بالمرة. النقطة الثانية، لكن معذرة في ميزان الشارع دكتور سعد، أنت مش شايف أن كان في فرق كبير بين المعارضين مظاهرات التأييد والمعارضة؟ في هناك فرق اللي هيحسبه العدد الموجود أمام ربع العدوية اللي راح في الجغرافيا بتاع ربع العدويه. هناك شوارع متقاطعه، اي كاميرا بتجيب في على انتهاء شارع واحد، عايز تجيب العدد بالظبط يبقى من مكان من طياره فوق عشان تشوف هذا العدد اللي انا في رايي. لكن هل هذا دكتور سعد هو منتهى عدد مؤيديكم؟ لا طبعا. يعني فين يعني مؤيديكم التانيين؟ يعني في المحافظات يعني مثلا؟ في المحافظات هناك من بقي في المحافظات لحراسه المقرات، مقرات حزب الحريه والعداله، لان الشرطه تخلت عن هذا بشكل واضح. مقرات الاخوان، بيوت الاخوان ايضا، يعني اذا كانت هناك ثوره وكما يقولون وثوره سلميه كما يدعون، وبعدين يكون هذا الحرق وقطع الطرق الموجود الان ببلطجيه الحزب الوطني. وانتم مؤيديكم من الاخوان فقط؟ جماعه الاخوان؟ الاخوان وغير الاخوان بالضروره، يعني لا يمكن يكون الدكتور محمد مرسي حصل على هذه الاصوات وبالاغلبيه باصوات الاخوان فقط، يعني طبعا في الاخوان وغير الاخوان. النقطه اللي بعد كده ان 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 المستجد الموجود في هذه المره بالاضافه للحزب الوطني الكتله المسيحيه، يعني انا هنا طبعا من حق المسيحيين كمصريين ان هم يخرجوا، لكن انا بتكلم على المتغير الموجود ان البابا تحدث بشكل صريح ان الخروج الثاني
للشعب المصري يوم 30 يونيو. طب ليه تحسب للنظام ولا ضد النظام؟ نعم. ان هو خسر الكتله المسيحيه. لا انا بتكلم، انا هتكلم، ممكن تحسبها زي ما تحسبها، لكن انا بتكلم هنا على الكتل الموجوده، المستجدات الموجوده بشكل كبير. يعني في الثوره الاولى، ثوره 25 يناير، البابا في وقتها قال للمسيحيين ما تنزلوش بشكل واضح، كان وبعضهم ما سمعش كلامه ونزل، لكن العدد كان قليل. المستجد في هذه المره ان تقريبا كل المسيحيين موجودين. اما بالنسبه لقضيه بقى الحزب الوطني وان في الوزراء، انا عايز افرق في الحزب الوطني، ليس كل من انتسب يوما وشال الكارنيه للحزب الوطني فهو فاسد. انا اتكلم عن رجال اعمال فاسدين نهبوا اموال هذا الشعب ويدفعوا من الاموال ويخافون من استمرار هذا النظام ان هم يحاكموا يوما او يسترد النظام اموالهم واعطاها للشعب، فهم خائفين، يصرفون الان جزء من هذه الاموال على البلطجيه الذين يقومون بكل هذه الاعمال. طيب استاذ هشام يونس، الكاتب الصحفي سكرتير عام مساعد نقابه الصحفيين، واضح ان حضرتك داونت نقاط كثيره على الدكتور سعد. الحقيقه الدكتور سعد يعني خلاني مليت الورقه. يعني انا طبعا اول حاجه لابد ان احنا نذكرها يعني بكل اسى ان احنا نقدم تعازينا لكل من سقط بالامس قتيلا او مصابا، ويعني ما يؤسفنا طبعا انه يراق دم مصري لاي سبب. انا الحقيقه هدخل على مباشره على كلام الدكتور سعد وهبتدي من اخر ما قاله ما يتعلق بمساله المسيحيين. الحقيقه انه الكلام على انه في كتله مسيحيه، انا شايف ان ده كلام طائفي خطر لا ينبغي ان احنا نتكلم فيه. نتكلم في المتغيرات. لا لا، انا شايف انه حتى ده كمان مش متغير. المسيحيين من الاخوان. طب خليني بس اكمل، انا خليني اكمل. الحقيقه انه هو بس عشان اوضح وجهه نظر الدكتور سعد، انه هو يقصد اللي فهمته من كلامه انه بيقصد موقف الكنيسه المتغير ما بين ثوره يناير وما بين الامس كتوصيف. المتغيرات اتفضل. يعني هو ما ننساش انه راس الكنيسه المصريه كمان تغير، وانه جاء في ظرف اخر. لا تفترض انه هو يتبع نفس الاساليب على فرض انها صحيحه التي كان يتبعها البابا السابق. انا الحقيقه انه بس كتله المسيحيين دي انا هاخدها على جماعه الاخوان، لانه الحقيقه ان انا اعرف، ويمكن الدكتور سعد يصحح لي، انه الامام حسن البنا كان فيه اثنين من الهيئه التاسيسيه لجماعه الاخوان من المسيحيين. اذا بعد 80 او 90 سنه من تاسيس جماعه الاخوان المسلمين، اما يبقى هذا الخروج وهذا التنافر بين جماعه وضعت في مؤسسيها اثنين من المسيحيين ورئيس مدني منتخب الان، ويحدث هذا التنافر وهذا بين قوسين الهلع من المسيحيين لدرجه انه الكنائس الثلاثه تقاطع تاسيسيه الدستور، انا اعتقد انه هذا مما يؤخذ على الدكتور محمد مرسي وعلى جماعه الاخوان وعلى حزب الحريه والعداله. لكن الحريه والعداله فيها مسيحيون ايضا يعني. لا انا ما احنا بنتكلم دلوقتي على الكنيسه، انه قد ايه انه اذا جاز التعبير الاباء الاوائل المؤسسين لجماعه الاخوان كانوا حريصين على انه لحمه هذا الشعب، وعلى انه لا يكون هناك بعد طائفي، ان جماعه اسمها فيها كلمه المسلمون ويكون فيها اعضاء مؤسسين في الهيئه التاسيسيه مسيحيين، فانه هذه الفجوه مسؤول عنها الممارسات التي اعتقد انها فيها قدر كبير من عدم الحكمه من نظام الرئيس محمد مرسي. دي فيما يتعلق بمساله المسيحيين. نيجي بقى للكلام اللي قاله الدكتور سعد على انه في اخوان قاعدين عشان يحموا المقرات. انا ادعو جماعه الاخوان الا تتصرف بمنطق انها دوله داخل الدوله او انها ميليشيا داخل الدوله. يعني هذا خطر. الصور اللي احنا شفناها وزير الداخليه، معلش المقاطعه، وزير الداخليه اعلن انني لن احمي مقرات، اعلن كده وزير الداخليه. ده ما هو اللي جايبينه يا بصرف النظر. طيب هو اعلن الدكتور، هنبدا من النقطه دي بعد هذه المداخله. استاذ هشام، واحتفظ بحقك طبعا في استكمال وجهه نظرك. معايا المهندس شادي طه، نائب رئيس حزب غادي الثوره. مهندس شادي، اهلا بك معنا. اهلا بك يا فندم، واهلا بكل ضيوفك. كيف توصف الوضع يا مهندس شادي؟ والله الحقيقه الوضع امبارح مش محتاج يعني تحليل. احنا شفنا مشهد امبارح مصر تاريخها كله ما شافتوش، اعتقد ان الوطن العربي كله ما شافش الاعداد اللي نزلت في الشارع امبارح دي. والمساله مساله يعني مساله ما هياش تقدير ليا او تقدير لحد، مساله ارقام ومساله اعداد الشوارع ما شفتهاش في تاريخ هذه الأمة. أنا شايف أن النهاردة من الواجب التاريخي على رئيس الجمهورية أنه يتقدم باستقالته، مش فقط علشان خاطر دي إرادة معارضيه، لكن كمان علشان دي
هي طوق النجاة لجماعة الإخوان المسلمين لو فعلا مصرين، يعني لو فعلا حابين ان هم يستمروا في المشهد السياسي ويكون لسه في مستقبل سياسي لجماعة الإخوان المسلمين. طيب ده موقفك يا مهندس شادي ولا موقف حزب غادة الثورة؟ من كل قلبي. هل هذا هل يا مهندس لهذه الجماهير الغفيرة الآن هو أمر يعني بالتأكيد ما هواش أمر يعني من الذكاء السياسي انك تقوم بهذا التصدي او انك تكون مصر على رايك لهذا الحد. زي ما شفنا امبارح دي كانت اراده الناس مش عايزه هذا الرئيس. انا بقول الكلام دوت لان انا عارف ان جماعه الاخوان المسلمين مش هيخرجوا من المشهد السياسي للابد. انا عارف ان جماعه الاخوان المسلمين هينزلوا انتخابات تاني وهينزلوا اسمح لي وانشادي اسمح لي في بعض الاستفسارات فقط وانشادي اسمعني لو سمحت. جماعه الاخوان المسلمين اصرت على موقفها الان اقسم بالله ما في حد هيعرف ينجح حتى في مجالس محليه من هذه الجماعه. انا بتكلم من باب المصلحه العامه. طيب النهارده مفيش اي رئيس ابدا يحفظ يعني يقبل على كرامته ان تخرج هذه الجماهير كلها تطالب باسقاطه وهو يفضل مصر. هو وهنفترض ان الرئيس النهارده مصر. انا بسال الرئيس موسى سؤال واحد، انت هتفضل مستمر في منصبك ازاي؟ بانهي اليات؟ مين معاك؟ لما الشعب كله واقف ضدك، كل الاجهزه واقفه ضدك، الجيش والشرطه وكل الاجهزه ما هياش مهندس شادي تسمعني؟ مش قابل لا كده مش هينفع اخلي حضرتك تستكمل كل الكلام بدون استفسارات. هتشتغل ازاي؟ مهندس شادي ارجوك تسمعني لو سمحت. ما تقوليش مثلا يعني مش هنستنى في الرئيس هيشتغل ازاي او بانهي اليات كمان شهر. انا بشتغل، انا بسأل النهارده رئيس الجمهوريه هيدير هذه الدوله ازاي في ظل. طيب وصلت فكرتك مهندس شادي طه نائب رئيس حزب غادي الثوره، لان ما ينفعش في الحقيقه يعني ما ينفعش الحوار يبقى من طرف واحد. وعموما سنستكمل الحوار مع ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي هشام يونس سكرتير عام مساعد نقاب صحفيين ودكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا، ولكن بعد موجز الأخبار الذي نوفيكم بها على رأس الساعة. وأترككم الآن مع هذه الصور الحية التي تأتينا من بعض ميادين المظاهرات. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، نواصل الحوار والتغطية على خلفية هذه الأحداث منذ الأمس، وقد تابعنا منذ اللحظات الأولى مظاهرات المعارضة والتأييد. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو لاستكمال الحوار، الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والكاتب الصحفي هشام يونس سكرتير عام مساعد نقابة الصحفيين. أهلا بكم مرة أخرى. أستاذ هشام، كنا متوقفين عند بعض النقاط للتعليق وتوقفت عند تحليل أو توصيف مشهد العنف. يعني أنا الحقيقة أنا كنت بتكلم على الصور اللي أذيعت على بعض وسائل الإعلام ومنها شبكات إخبارية تابعة لجماعة الإخوان، الناس اللي هم لابسين خوذ وواقيات وعصي ويبدو أن هم في حالة حرب أو في حالة عراك. الحقيقة أنا شايف أنه استدعاء هذا المشهد وتصديره هو اللي بيجرنا لفكرة العنف. وإذا كنت أنت بتطالب برفع الغطاء السياسي عن العنف فما ينفعش أن أنت تبقى مصدره في المشهد. يعني أنا شايف أنه من الخطر الشديد أنه نستدعي ما هو الدفاع. أنت الخزع يعني عشان بس ما فيش رصاصة أنت تجي في أنت أنت ما هو يعني أنتوا عاملينه عند رابعة ورابعة ما فيهاش لا اشتباكات ولا خوز ولا ما ولا ما ولا فيها حاجة من دلوقتي. في ناس جم ورجعوا، في ناس جم ورجعوا عند رابعة، حضرتك بتقول عند رابعة في ناس جم وشافوا المنظر والعصر فتخضوا ورجعوا. هو كان المهندس عاصم عبد الماجد قال ان في مجموعه حاولت تعدي قبل يوم 28 يونيو انا وتم تصدي ليهم. ولما سالت احد الـ يعني المشاركين في مظاهرات رابعه وكان معنا هنا ضيف قال ان دي لجان شعبيه، فما ردك يا استاذ هشام؟ لا يعني ما هنا ان الحقيقه انه اللجان الشعبيه اللي تتخذ ادوات ليست مما هو موجود بشكل اعتيادي يعني ده مش موجود في التحرير في ايد الشعب. لا حتى لو موجود في التحرير هيبقى غلط. يعني فكره انه يبقى في ادوات سلاح ابيض وادوات قوه لا يعني اي بنقول اي مشهد فيه اي اداه من ادوات العنف او السلاح ابيض او اسود او اي لون ده كلام مرفوض تماما طبعا على الجانبين. بس خلينا نتكلم على انه اذا كان في آلي يا استاذ هشام آلي بتضرب على الناس. طب استاذ هشام مش عايزنا كمان استاذ هشام احمد عارف طلع قال انه مفيش حد مات عند جماعه الاخوان عند المقر برغم ان في 8 ماتوا يعني كلهم من المتظاهرين. انا بتكلم
متظاهرين برضه هدول. طب خلينا المحتجين الغاضبين الغوغاء، المهم انه في ناس ماتوا. بلطجيه بلطجيه معاهم بتاع مين اللي موتهم بقى البلطجيه دول؟ انا بتكلم انه فكره، انا النقطه الاساسيه اللي بتكلم فيها تعامل الجماعه باعتبارها تنظيم ودولة أو ميليشيا داخل الدولة، هذا أمر خطير وهيستدعي أنه طيارات أخرى تكون. لا طب خليني بس طب أستاذ هشام اسمح لي أنا أكمل أستفسر. يعني أنا خليني أذكرك بس بأنه في مصر في الأربعينات الفترة الملتهبة اللي كان فيها أكبر قدر من الاغتيالات، جماعة القمصان السوداء وجماعة القمصان الزرقاء وميليشيات مصر الفتاة والإخوان المسلمين، يعني إحنا هل إحنا هنستدعي هذه الفترة مرة تانية وجبهة الإنقاذ؟ طيب سامحني مرة تانية أستاذ هشام، أنا مضطر أقطعك لأن إحنا مرتبطين بوقت الحجز في الدتي إلا هنتحول إلى الإسكندرية مع الزميل سالم المحروقي مراسل الجزيرة مباشر مصر، اللي وطلعنا على آخر التطورات في المشهد في الإسكندرية. إليك سالم تفضل. شكرا الزميل أيمن عزام. نعم مشاهدينا، يعني شيعت بعد صلاة الظهر اليوم بمنطقة المنارة بأبو قير جنازة العميد محمد هاني مفتش الأمن العام بسيناء، والذي لقي مصرعه منذ أيام على يد عدد من المجهولين. شارك في الجنازة عدد من القيادات، تقدمهم محافظ الإسكندرية ومدير أمن الإسكندرية، كما تحولت الجنازة إلى جنازة رسمية وتحولت أيضا إلى جنازة شعبية شارك فيها مئات من المتظاهرين الذين رددوا هتافات بسقوط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي عن الحكم. وانضم إلى المتظاهرين عدد من ضباط الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية مطالبين أيضا برحيل النظام وسقوط حكم الرئيس وسقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين. بعد ذلك توجهت هذه المسيرة إلى ميدان سيدي جابر، حيث يعتصم العشرات منذ مساء أمس بالميدان، وتوجد عدد من الخيام في الميدان. أعلن المعتصمون أنهم سيظلون في الميدان إلى أن يسقط حكم الرئيس محمد مرسي وإلى سقوط النظام. يعني بالأمس شهدت شوارع محافظة الإسكندرية مظاهرات حاشدة، يعني قدرها البعض بمئات الآلاف، خرجوا إلى الشوارع، أتوا من شرق وغرب الإسكندرية وتجمعوا عند منطقة سيدي جابر نحو الساعة 6 مساء أمس، منددين بحكم الإخوان المسلمين ومطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي وبسقوط النظام. بعدها توجه عدد كبير منهم وظلوا في ميدان سيدي جابر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وبعدها أعلن عدد منهم الاعتصام بالميدان حتى سقوط النظام. اليوم تبدو الحياة إلى حد كبير طبيعية في الإسكندرية. بالأمس كانت الشوارع تبدو شبه خالية من المرة قبل بداية المظاهرات، ولكن اليوم عادت الحياة إلى طبيعتها في الإسكندرية. الشوارع تبدو مكتظة بالمارة وبالسيارات، مديريات الخدمات تعمل بشكل طبيعي، إلا أن كما تلاحظون مشاهدينا من خلفي، يعني الشواطئ تبدو شبه خالية من المصيفين، رغم أنه كان من المتوقع أن تزداد حركة المصيفين خلال هذا الأسبوع قبل قدوم شهر رمضان المبارك، ولكن نتيجة لمخاوف البعض من اندلاع أعمال عنف أو انفلات أمني فقد تراجعت أعداد المصيفين في الإسكندرية إلى حد كبير. لا زالت قوات الأمن والجيش تؤمن المنشآت والمرافق الحيوية بالإسكندرية، وبين الحين والآخر نلاحظ بعض عربات الشرطة تسير في الشوارع في عدة دوريات من أجل التأكيد على حفظ الأمن في الشوارع. منذ قليل أعلن رئيس مرفق إسعاف الإسكندرية عن سقوط حالة وفاة جديدة نتيجة أعمال العنف التي اندلعت يوم الجمعة الماضية بين المؤيدين والمعارضين للرئيس محمد مرسي عند ميدان سيدي جابر.
وهي مواطنة تبلغ من العمر 23 عاما وتدعى نرمين حنا، توفيت اليوم متأثرة بالجروح التي أصيبت بها يوم الجمعة الماضية. إذا مشاهدينا الحياة تبدو طبيعية الآن في الإسكندرية، مديريات الخدمات تعمل بشكل طبيعي، لا زال عدد من المعتصمين بميدان سيدي جابر منتظرين، بعضهم يتأهب لما أعلنته اللجنة التنسيقية لـ 30 من يونيو عن المليونية التي ينوي البعض تنظيمها بالغد للتأكيد على مطالبهم في ضرورة أن يرحل النظام ويسقط الرئيس وتجرى انتخابات رئاسية مبكرة. ولكن في كل الأحوال المشهد يبدو طبيعيا في الإسكندرية إلى حد كبير. ونعود إلى الاستوديو الآن إلى الزميل أيمن عزام. إليك أيمن. هتكمل بس. شكرا لزميل سالم المحروقي، وضعنا في آخر تطورات المشهد في محافظة الإسكندرية. أعود الآن إلى ضيفي في الاستوديو. أستاذ هشام، كنت تتحدث عن العنف، أرجو فقط الاختصار عشان ننتقل إلى جوانب يعني أخرى. أنا هنتقل بسرعة لبعض النقط اللي حال اتكلم فيها الدكتور سعد. هو كان بيتكلم على ربعة العدوية والصور والعدد وما إلى ذلك. الحقيقة أنا بس بأحيله إلى جوجل إيرث لأنه عمل صور للتجمعات في التحرير والاتحادية وبمقارنة بربعة العدوية. والحقيقة أنه برضو مش ده موضوعنا، لأن دي تفصيلة مش مهمة، فكرة أنه هنا أكتر ولا هنا أكتر. الحقيقة أنه المشهد يعني واضح ولا ما فيهوش درجة من درجات الالتباس. اتكلم بس الدكتور سعد على انه الرئيس استفتي عليه مرتين وانه تم الموافقة عليه في الدستور. انا الحقيقة انا عايز اقول له انه هذا الدستور تحديدا هو احد اسباب الاحتقان اللي موجودة دلوقتي واللي خلت قطاعات من الناس تخرج على يعني ما يوصف به الشرعية وتريد تغيير الرئيس. لأنه الحقيقة احنا عندنا اعتقاد انه هذا الدستور تم سلقه في يومين، والرئيس طلع قدام الناس كلها وتسجيل ممكن يرجعوا له يقول انه انا بدي في الاعلان الدستوري بدي شهرين مهلة، وفجأة صدرت الاوامر انه خلصوا الدستور، قعدوا 20 ساعة وخلصوه في جلسة عبثية طبعا الكل عارفها. النقطة الثانية هو اتكلم على رجال الاعمال، وانا بس عايز اقول له انه ساويرس اللي انتوا كنتوا عمالين تهاجموه انتوا استقبلتوه استقبال رئاسي، ويعني انتوا لما تبقى حلال ليكوا وحرام على الناس بعد التصالح. انا مش فاهم. ايوه يعني بس في النهايه بعد اقراره بدفع الضرائب في النهايه انت يعني في اجتزاء لفكره المشهد والناس اللي هم فلول. طيب. وحزب وطني وكده. بس عايز اتكلم على برضه رجال الاعمال اللي هو اتكلم عليهم الدكتور سعد. انا معاك انه انت بتقول ان في رجال اعمال انفقوا وبينفقوا. انا ارجو انه نعرف كل من انفق بما فيهم جماعه الاخوان، عايزين نعرف تمويل الاخوان كام، بيلموا كام وبيصرفوا كام، والفلوس بتيجي منين. طيب. وده من طيب انتقل للدكتور سعد. لا في نقطه مهمه كتير معانا الدكتور سعد اتكلم عليها اللي هي تعطيل المحافظات وكده. انا بقول له انا اقدر اقول بشكل واضح ان انا ضد ده، بس انت مش هتقدر تقول ان انت ضد اللي حصل في حصار الدستوريه وحصار مدينه الاعلام، لانه المشهد واحد. انا بأدين هذا بنفس القدر اللي بأدين هذا. فكره تعطيل المصالح المدنيه وشل لها اللي ابتدعها جماعة الإخوان والتيار الإسلامي، وما تلومش على حد إن هو بيقلدك باعتبارك قدوة. دي نقطة مهمة لابد إنها تكون واضحة. أنتقل للدكتور سعد، عايز أسأله على حاجة مهمة جدا، وهو إن في أخبار بتتداول إن في استقالات جماعية ستتم في الساعات القليلة القادمة. ما هو رأيك؟ يعني الجانب الآخر ينظر إلى هذا، إلى إن رفقاء الإخوان المسلمين ومن سندوهم في انتخابات رئاسة وانتخبوا الرئيس محمد مرسي هم ينسحبون الآن، وكان آخرهم يعني كان معنا المهندس الشادي طه نائب رئيس حزب غد الثورة. يبدو أن في تغير في المواقف من بعض الرفقاء. طيب يعني قبل ما أجيب على هذا السؤال سريعا، لما الأستاذ هشام بيتكلم على أن الدستور مرفوض وهو من أسباب الاحتقان، 64% 63.8% من الشعب المصري الذين ذهبوا وافقوا عليه، وبالتالي انا لا استطيع ان اهدر اراده الشعب المصري من طبعات شخصيه عند هذا او ذاك. الميليشيات داخل الميليشيات الان يجب ان كلنا نقف ضد العنف، وفكره ان انا ابرر ان في حد عنده خوذه او كده امام الاسلحه الاليه فهذا امر مرفوض تماما. دم المصري يجب ان يكون حرام طول الوقت. بس معذرة هناك أيضا من عقب على ذلك أو علق على ذلك بأن في أساسا عنف لفظي من جانب ميدان رابعة العدوية والمتحدثون فيه. طبعا. يعني أنا عايز أقول إيه، العنف اللفظي ممكن يكون هنا أو هناك.
اما ان يصل الموضوع الى عنف جسدي وقتل هذا امر خطير جدا، امر خطير جدا على الجانبين. النهارده هو اللي بيقود التوجيه. النهارده لما الاقي حزب الوفد بيتكلم بعد ان هو على تعليقا على المقطم يقول ان نرفض العنف بكل انواع، ده يوم الوفد ما كان بس في اعتداء عليه جاله بس شبروخ واحد الدنيا اتقلبت. لما يكون هذا العنف الخطير ويبقى مجرد هذا الكلام، انا يعني الحقيقه مش شايل على الوفد بس، على كل الجهات السياسيه، على كل النخب السياسيه. لكن جبهه الانقاذ يعني العنف اصدرت بيان واستنكرت فيه اليوم يعني يا فندم في فرق بين البيان اللفظي والاعلامي وبين ان على الارض امنع هذا، ان انا اتبرأ من هذا اقول دول مش تبعي ما حدش يمشي معاهم. اما امبارح في قريه من قرى دمياط اسمها كرم ورزوق اللي هي قريتي، واحد من الاخوان عربيته تتكسر ويجرح ويتضرب من البلطجيه الحزب الوطني، لان انا في القرى عارفين بعض، وبعدين يجي الاسعاف مرتين ويمنعوا عربيه الاسعاف. هذا كلام خطير جدا. المطاف امبارح تروح المقطم. طيب دور الشرطه من وجهه نظرك كيف تقيمه في هذا؟ دور الشرطه متفاوت، في دور في رجال عظماء جدا بيقوموا بدورهم بشكل جيد جدا، وفي ناس فيها درجه من درجات التواطؤ يعني قولا واحدا، وفي بينهما يعني درجه ناس بتقوم متباطئه كذا، لكن في ناس بتقوم بدورها بشكل عظيم جدا في الشرطه، ان هو بيقوم بدور حرفي ومهني وبيقوم بدور. وفي ناس اللي بيقولوا مثلا ده مشهم مع كذا او كذا، او رفعوا الاعلام بتاع مش عارف مشين مع تمرد او تحت فلنيه تمرد او تحت لبس تمرد، جايين بدور. طيب انت دورك كضابط شرطه اللي بتاخد عليه مرتبه ان انت تقوم تمنع الجريمه بصرف النظر، جريمة على اي مصري بصرف النظر. هو انا هتحاول بس بسرعه يا ريت السؤال بتاع الخاص باستقالات بعض نواب التيار المدني كما يصفونهم في مجلس الشورى. متصور لا التيار المدني في مجلس الشورى، انا سالت بعضهم، سالت على الوزراء هم، لا انا بتكلم على التيار المدني في مجلس الشورى. هم اعلنوا الاول ان هم في مؤتمر صحفي ولم يصل للدكتور احمد فهمي ورقه واحده، طلب واحد رسمي بهذا الاستقالة، ده واحد. بالنسبة للوزراء طبعا في كلام كتير جدا ممكن في هذا الوقت يبقى فيه شائعات، وممكن بعضه يكون حقيقي، والبعض برأيه انه بيقفز من المركب، ده هو وجهة نظر ربما، لكن هذا لا يغير الواقع الموجود ان هناك شرعية موجودة بصرف النظر، ده رأيه الشخصي تصرفه الشخصي، هناك شرعية موجودة يجب ان نعض عليها بالنواجذ تماما، وبعدين نتفاهم هناك مطالب نفكر في المطالب دي تكون ازاي، والا سنستنى سنه يكون لها ما بعدها ان كل ثلاث شهور مجموعه تطلع على الرئيس. هناتي لهذا لان ده نقطه مهمه. اتحول الاستاذ محمد نور معي على الهاتف المتحدث الاعلامي باسم حزب الوطن. استاذ محمد اهلا بك معنا. يعني استاذ محمد يعني كيف ترى الخيارات المطروحه للخروج من هذه الازمه وما هي السيناريوهات المتوقعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان احنا وصلنا الى نقطه ما كنا نحب ان نصل اليها ابدا، لان هناك انقسام حقيقي في الارض. الثوره المضاده الان تتلبس بعض الشباب الطيب والشباب الثوري، وهي تستغل الفروقات التي حدثت بين الثوار الان للعوده الى سلطه المشهد الان. للاسف الان قضاه وابناء حسني مبارك الان هم من يتعاملون المشهد، اعلام حسني مبارك الان اتباع المشهد، هذا ما كنا نحب ان ندخل هؤلاء فيما بيننا ابدا ولا خلافات سياسيه. لكن نقول ان هذه سنه الله في جامعه الثورات انها تمر بمراحل مخاض صعبه وعسيره جدا، لكن الله عز وجل الذي فتح علينا بثوره 25 يناير باذن الله لن يرجع هذا البلد ابدا الى الوراء، وهذا تحرك ديناميكي طبيعي يحدث وحدث في كل ثورات العالم، وباذن الله الانتصار في النهايه لرب الشعب المصري والشعب المصري باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب استاذ محمد يعني انتم كان موقفكم واضح في موضوع المظاهرات سواء التأييد او المعارضه انكم لن تشاركوا في الجانبين، هل من الممكن ان يتغير موقفكم؟ لم نقل هكذا، نحن قلنا موقفنا واضح جدا اننا ملتزمون بالاتفاق العام مع القوى الاسلاميه والقوى الوطنيه كتحالف استراتيجي مع كل القوى الاسلاميه والوطنيه التي تؤيد وجود تحول وتبادل سلمي للسلطه وفقا لشرعيه متفق عليها، لكن الخروج عن هذه الشرعيه ثم وقلنا ايضا اننا اذا كان الخلاف
خلاف سياسي او اداري هذا يتحمل، هذا يتحمل المعارض الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله. لكن اما ان يتعلق الامر بقلب الطاوله وينفخ كلام المصريين فلا يوجد يعني اي مجال للوقوف على الحياد الان، لان الامر تعلق بانتهاك الدوله المصريه، انتهاك مؤسسات الدوله المصريه، احتلال الوزارات، احتلال المساجد، فسك الماء المصريين على الارض، الثوره المضاده تعود براسها من جديد. كل هذه الامور لا تتحمل ان نقف على الحياد ابدا. لكن استاذ محمد انا سالتك يعني هل خروج هذه الملايين بالامس من الممكن ان يغير موازين المعادله؟ هناك من نظر الى هذه الملايين انها تمثل اراده شعبيه يعني قويه. يعني اذا يعني الدخول في حساب وحسابات موازنه ملايين هنا وملايين هناك في النهايه لن يفضي الى خير. احنا بنقول حاجه ثانيه، يعني دعونا نتفق على قواعد اللعبه، يعني الطرف الاخر الذي يريد ان ينقلب على الشرعيه اليوم يعطينا جيد، يعطينا دليل نمشي عليه، يعني يتفق مره واحده على شيء ويلتزم به. كانوا يقولون للاسلاميين قبل الانتخابات هل سيلتزم الاسلاميين بنتيجه الصندوق؟ ونفينا نحن ان نسالهم هل ستلتزمون بنتيجه ما طالبتم انتم به؟ الان هم الذين طالبوا وقالوا ان الاسلاميين لا يلتزمون بالديمقراطيه ولا يلتزمون بالشرعيه الدستوريه ولا الشرعيه القانونيه. التزم الاسلاميون في كل الخطوات السابقه. الان هم الذين لا يلتزمون ولا يتمسكون بمبدا ولا بموقف. نحن نريد موقف واحد او ميزان واحد تلزم به الامور. اذا كان الميزان بالاعداد في الشوارع فالاعداد كما ترى انت وكما حكم الاخرون، يعني يوم من هنا يوم هناك او 10 ايام هنا ويوم من هناك، هذا يعني هذه لا تقابل اوصال بهذا الشكل. وهم الذين ادعوا من قبل ذلك لا ان الكلام على اغلبيه والكلام على الاعداد هو من ذلك. طيب كيف ينظر حزب الوطن الى حل هذه الازمه؟ هل من مبادره مثلا او وشاء لهم وهم عدد الان يتحدثون ان الشعب معنا من الاراده. طيب استاذ محمد استاذ محمد يعني كيف ينظر حزب الوطن إلى نقطة حل أو القاسم المشترك الذي من الممكن أن نجمع الفريقين وتحل هذه الأزمة؟ نقول يعني أنا أدعو من خلال قناتكم الكريمة الآن إلى عقلاء الوطن وحكماء الوطن، ما زلنا نمد أيدينا ونحن حزب الوطن وكل القوى الوطنية معنا مستعدة أن تمارس دور جيد جدا في المفاوضات والتوسط لسماع إرادة كل مصري وليس الموجودين في تحرير فقط أو هنا أو هناك فقط. إرادة وطلبات كل مصري يجب أن يستمع إليها الجميع ونصل إلى كلمة سواء. لكن حرق الأصنام بهذه الشكل، المصيبة الأكبر يا سيدي الفاضل أن التجمهرات التي حدثت بالأمس تلغي تماما دولة المواطنة لتعود دولة الطائفة. الكلام الآن أن الحشد بالأمس كان هناك حشد من هنا من الكنائس وحشد من هنا المساجد، هذا الأمر يودي بخطر كبير جدا جدا على مصر. فنقول لهم تنبهوا وتعقلوا قبل أن تحرقوا. شكرا جزيلا أستاذ محمد نور المتحدث الإعلامي باسم حزب الوطن كان معنا عبر الهاتف. أعتقد دكتور عرضت كل وجهة نظرك. أستاذ هشام، أولا يعني هناك بعض يعني الاخبار لم يتم التاكيد عليها بعد من استقاله بعض الوزراء كما تابعنا في نشر الاخبار، وهناك ايضا بعض اخبار بيتم تداولها على استقاله بعض اعضاء مجلس الشورى. يعني هو الحقيقه طبعا انه زي ما الرئاسه يمكن قالت امبارح التوصيف اللي قالته انه في حاله من انسداد الافق السياسي، بس قد يفهم من ذلك انه الرئاسه ها تتعنت وستظل متمسكة بمواقفها، وده يخلينا نقول ان هي بتشبه نظام حسني مبارك في التعامل مع الأزمة. الحقيقة انه احنا امام مشهد واضح يحتاج الى تضحيات، ممكن نقول انه يحتاج تضحيات من الجانبين، لكن التضحية الاكبر ستكون من النظام الذي يمتلك القوة والذي تراجع عن وعود كثيرة فيما يتعلق بمستقبل البلاد السياسي من اول اجتماع فيرمونت وما اعلنه الرئيس من تشكيل حكومة وحدة وطنية واختيار نواب من القوى السياسية المختلفة. لكن الحقيقة انه بس انا مش عايز افوت كلام القيادي بحزب الوطن والكلام اللي قاله الدكتور سعد فيما يتعلق ب، يمكن الدكتور سعد كمان قال الكلام ده في اول الحلقة، انه بيتحدث انه لديهم مشروع اسلامي.
أنا الحقيقة لازم يكون واضح لكل القوى الإسلامية في هذا الوطن أنه لكي يعني تعيش بسلام في هذا الوطن لابد أن يكون مشروعك مشروع وطني بالأساس. سيكون الإسلام طبعا مكون حضاري، ويمكن احنا عارفين مثقفين مسيحيين كانوا بيقولوا أنا مسلم وطنا أو أنا مسيحي دينا ومسلم وطنا، لأنه الحضارة الإسلامية مكون أساسي حتى في تكوين المسيحيين الشرقيين. لا يجب أن احنا ننفي هذا، وفكرة مشروع إسلامي وليس مشروع وطني أنا شايف أنها بتجتزع عدد كبير. مشروع وطني. لا أنا بقول أنه أنت مشروع لابد يكون جامع لكل يساري. لا ما يساري ده كلام سياسي، انما انت اسلام انت بتقول كلام ديني. يعني لو انا مسلم وانا مش مع مشروعك يبقى انت بتطلعني بره. زي ما حصل انه من الحاجات المؤسفه الحقيقه انه في حضره رئيس الجمهوريه يتم تكفير ناس والتحريض عليهم ولا يتحدث، وهذا امر غير مسبوق. يعني ده مش سلوك قيادات مهمه يعني تحفظ هذا البلد. طيب وأمانه. خلينا نتكلم في يعني محطة مهمة حدثت بالأمس، وهي تصريحات رئاسة الجمهورية على لسان الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية على العلاقات الخارجية والتعاون الدولي. نشر النهاردة في على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن يعني أثنى على مظاهرات الأمس، وقال أن ده بتثري الحياة الديمقراطية، وقال أن فيه ثلاث طرق لحل هذه الأزمة. الطريق الأول هو الانتخابات البرلمانية اللي ممكن تمكن الأغلبية اللي بتكلم عنها المعارضة أنها تمثلها في مجلس الشعب، وبالتالي تغير الدستور وتعمل حكومة، وممكن كمان تغير رئيس الجمهورية. الحل الثاني انه الحوار الوطني، لانه بيقول ان الرئاسة قدمت كتير من طلب الحوار لكنه دائما ما يقابل بالرفض. الحل الثالث اللي شايف انه يدمر الديمقراطية بكل بساطة على حد وصفه، وهو انتخابات رئاسية مبكرة. طيب خلينا نمسك حاجة حاجة. المسألة يعني هو لازم الدكتور عصام حداد يدرك ان في مناخ من عدم الثقة، وانه اذا انت بتتكلم في حلول فلازم تراعي هذا المناخ، ولابد ان يكون في خطوات تعمل على تهيئة مناخ لاي حل من الحلول الثلاث. فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، ادي احنا شايفين المطلب الاساسي للمعارضة انه التمسك بحكومة الدكتور هشام قنديل وكأنها منزلة من السماء، مش عايزين يتكلموا فيها. في حالة عدم ثقة في انه الحكومة الحالية سترعى انتخابات نزيهة، هذا مطلب كان قبل ما الناس تتكلم في فكرة اسقاط النظام. يعني احنا بنرجع تاني ل 25 يناير، الناس كل ما انت بتتاخر في الخطوات سقف مطالبها بيزيد، ده لابد ان هو يكون واضح. ده فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانيه. الحاجه الثانيه المهمه اللي لازم نقولها في الانتخابات البرلمانيه بما فيها انتخابات، وهذا الكلام على مسؤوليتي، انه الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق تجاوزوا سقف الانفاق اللي محدد في القانون في الانتخابات، واي حد بالورقه والقلم يحسب عدد اليوفط بس والبنرات اللي كانت متعلقه في المدن المصريه ويشوف المبلغ ده. يبقى انتوا ده كلام فيه تجاوز للقانون وفيه ضحك على الناس ان انتوا بتعملوا قانون وبتنتهكوه انتوا اول ناس. فده فيما يتعلق بالانتخابات. فكره الحوار الوطني، الحوار الوطني دعي اليه قبل كده وتم انه راح قعد معاه رموز من المعارضه ولم يتم، بانت المساله وكانهم عايزين يتصوروا مع بعض ويطلعوهم في التلفزيون وخلاص، لانه مش معقول ان انت تقعد معاهم وبعدين فجاه تروح عامل الاعلان الدستوري الكارثي اللي حصل في نوفمبر 2012. طبعا ده خلق مناق حقيقي من عدم الثقه والاحساس بالخديعه كمان. مين اللي مسؤول عن تجاوزه؟ طيب الطريق الثالث اللي بيصفه انه مدمر الديمقراطيه اللي هو انتخابات رئاسيه مبكره، اللي هو انتخابات رئاسيه مبكره. هو يعتقد انه دي شايف ان هو نفس الكلام اللي كان بيقوله حسني مبارك، انا او الفوضى. انا مش بقول ان هو ده الحل، بس انا بقول رؤيتي فيما يطرحه هو في ان ده كلام كارثي. لا، مش ممكن ما يكونش كلام كارثي ولا حاجه، وممكن يكون كلام في حل، وممكن يكون انت شايف ان هو في درجه من درجات عدم حفظ ماء الوجه لجماعه الاخوان وحزب الحريه والعداله. خلاص نبحث عن طريق لحفظ ماء الوجه بس مع تنفيذ مطالب الناس، لانه الحقيقه الفكره مش انه رئيس يمشي ورئيس يجي. الفكره انه في فكره الاخوانه، وانا بقول هذه الكلمه وتحتها 10 خطوط في عدد كبير من مؤسسات الدوله، اللجوء الى اهل الثقه وليس الى اهل الخبره، الفكره انه زرع اشخاص معينين في اماكن معينه فقط لانهم اخوان. وانا بقول لك انه حتى الكلام ده حتى على مستوى الصحافه، وكنت بتكلم معاه في الكلام ده واضح سعد. يعني مش هنرجع له تاني. اتحول للدكتور سعد عمار، لو لك تعليق اولا قبل السؤال اللي اساله.
يعني فكرة مشروع إسلامي مش مشروع طائفي. الشعب المصري 1400 سنة موجود فيه الإسلام، بيحتضن المسيحيين بشكل كبير جدا، ما فيش دين في الدنيا احتضن المسيحيين واليهود أيضا كما احتضنهم الإسلام. لكن أنا عايز أقول إذا كان من يعتقد، والمسلمون أغلبهم يعتقدون الإسلام دين ودولة، فهم يرون أن الإسلام حكم لفترة طويلة جدا وكان حكمه كدين ودولة رائع وعمل أكبر أعظم حضارة في التاريخ. في المقابل هذا ليس مقابل أو ضد الوطنية، هو مشروع وطني على أسس إسلامية. اليسار حكم في الستينات بشكل كبير جدا، وبعدين جه الليبرالية ومحدش كلام، وكان معظم اليسار إذا كان أستاذ هشام بيتكلم على الأخوانة فكان سماها الأيسرة، سماها الناصرية، سماها كذا كذا كذا، كانت موجودة بشكل كبير جدا. تجد معظم كل الكتاب، تجد كل اللي ماسكين مفاصل الدولة المصرية لفترات طويلة كانوا من هؤلاء. ده اعتراف رسمي بالأخوانة يعني، وخلي مصر واقعة ما بين الناصريين والإسلاميين. لا 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 لا، يعني احنا لا الشعب بقى غلبان يعني، يا انتوا يا هم. اصبر بس على بعد إذن حضرتك، نرجع لأن هو مش انتوا هم، أنا بتكلم على تاريخ موجود، زعماء الآن هم موجودين وبيقودوا المشهد. النقطة الثانية موضوع الانتخابات البرلمانية، وقد انتهى مجلس الشورى من موضوع قانون الانتخابات، قانون مجلس النواب على وشك أن يصدر خلاص من المحكمة الدستورية توافق عليه، إذا وافقت عليه نهائيا، وأنا أتصور هذا لأن كل طلباتها اتعملت. فإحنا نتحدث في شهرين ونص عن الانتخابات، لكن في ظل حكومة يتهمونها بأنها ستكون موضوع ممهدة لهذه البيئة. أنا رأيي أن موضوع الحكومة ممكن التفاهم حوله، بس دي بقى نقطة الحوار، لابد أن يكون هناك حوار. ما كان هناك خلافات على الإعلان الدستوري والكلام ده، احنا بنتكلم عن 7 شهور مرت الرئيس بيناشد الجميع بالحوار، بل ان هو قال ان اذا ما كانوش عايزين انا ممكن اقرأ لهم في الخطاب قبل الاخير، ومع ذلك هم لا ياتون، وفي نفس الوقت بيحاوروا اشتون وبيحاوروا السفيره الامريكيه وبيحاوروا العالم كله الغربي والامريكي. هو من الاولى ان تحاور رئيسك ابن جلدتك. كان استاذ هشام قال ان هم قعدوا مع الرئاسه، لكن هو يبدو انه كان شو اعلامي فقط، يعني ما كانش له اي اثر، وهم حسوا ان حتى لو افترضنا ذلك، هو في القوانين في الموضوع في السياسه في موضوع العلوم السياسيه، الحوار مع 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 الرئيس الكل يحاوره، لكن في الاخر هو بيتخذ القرار الذي يراه مناسبا من البدائل المختلفه. والا اذا كان كل ما تريده المعارضه أن يتخذوه الرئيس فهي تحكم هي، لأن هو لأن في هذه الحالة يبقى هي اللي بتتخذ القرار. طيب وليس الرئيس. السؤال في نقطة تانية، السؤال اللي هسأله لك ده اتفضل حضرتك. طيب السؤال الأهم دلوقتي، هل من الممكن أن يطرح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من قبل الرئاسة عند حد معين تصل إليه هذه التظاهرات أو هذا المشهد؟ أنا عايز بالنسبة لهذه التظاهرات، إذا كان بيتقال على الرئيس إن في الانتخابات المرحلة الأولى الذي انتخبوه 5 مليون هم أهله وعشيرته، كان بيتقال هذا الكلام وده القدرة الحاجدية بتاعته. طيب أنا هقول خلي 5 مليون دول خرجوا وكانوا أكتر من 3 مليون أو 2 مليون اللي موجودين في ميدان التحرير، ما هو الحل؟ حشد أكبر من حشد، إذا كانت القضية قضية حشود يبقى إذن أنا هستجيب للحشد الأكبر بالمنطق السائد الآن الموجود، أنا هستجيب للحشد الأكبر. طيب هنحشد بكرة 5 مليون، يبقى ده هل هذا منطق؟ ولا أنا عندي كان في صناديق انتخابات وفي آلية ديمقراطية ماشي عليها وصدعونا بالديمقراطية وقالوا فعلا إحنا الإسلاميين خايفين جدا، لا يشدوا الكرسي بعد ما يوصلوا للحكم وهيشدوا الكرسي، ويقول لك ما عادش ديمقراطية بعد كده. هم اللي شدوا الكرسي وقالوا لا ما فيش ديمقراطية طالما هم ما جوش. ده كلام في منتهى الخطورة. أنا بتصور إن هناك لو أخذنا بهذا الموضوع هناك مشاكل كثيرة جدا. المشكلة الأولى إن هيجي بعد كده، أنا سنيت سنة إن بعد كده سنة سيئة الحقيقة، إن كل ما مجموعة ما عجبهاش الرئيس القادم هتروح. فضلا عن دخولنا في مرحلة انتقالية ربما تكون طويلة جدا، نحن في خلال الفترة اللي فاتت الشعب المصري، مش نحن كلنا، الشعب المصري أنشأ وبنى مؤسسات
والكل الان عايز يهدم كل او المعارضه الان تريد ان تهدم كل هذه المؤسسات. طيب هو بقى دقيقه واحده الاستاذ هشام، هل ترى ان هناك حلا من الممكن ان يعني يوفر عناء هذه الازمه غير انتخابات رئاسيه مبكره؟ يعني انا رايي انه لابد من القوى اللي هي يعني مش منخرطه بشكل كبير مع جماعه الاخوان المسلمين دلوقتي، زي مثلا حزب النور، القوى السلفيه، بعض القوى التيارات المدنيه اللي هي كانت على تواصل مع جماعه الاخوان، عليها ان تضع على الطاوله، لانه يبدو انه الحقائق كمان غير واضحه فيما يتعلق بخطوره الازمه وخطوره الوضع. انا رايي انه خطاب الرئاسه وخطاب جماعه الاخوان المسلمين يثبت ان هناك تضليل في الاعلام، حتى اللي امبارح موقع حزب الحريه والعداله برغم كل التظاهرات دي نشر صوره لشارع طلعت حرب وهو فاضي وبيقول مظاهرات وهميه في وسط البلد، واحنا ما عرفناش ندخل ميدان التحرير من الزحمه. يعني اذا كان هذا الكلام هو اللي قدام الرئاسه فمعناه ان الرئاسه ما عندهاش حاجه. لا لا. يعني معناه ان الرئاسه فعلا لما يكون هذا الموقع الرسمي للحريه والعداله وجريده الحريه والعداله معناه ان هم مش عارفين حاجه. النقطه الثانيه، انه الكلام على انه في مكبرات صوت بتدور في وسط البلد تذيع حاجات وبتاع ومستفزه للناس وكده، ده معناه ده كلام. انا بشكركم جدا، انتهى الوقت. الكاتب الصحفي هشام يونس، كثير عام مساعد نقابه صحفيين، شكرا جزيلا لك. الدكتور سعد عماره، وكيل لجنه الامن القومي مجلس الشورى، عضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله، شكرا جزيلا لكما. اترككم الان مشاهدينا الاعزاء مع هذه الصور الحيه التي تاتينا من ميادين المظاهرات في جمهوريه مصر العربيه. بعده موجز الاهم واخر الاخبار مع باسم بشر.